بسم الله. دلوقتي لو انا شغال على جزء في الاوتوكاد، بس محتاج وانا شغال اشوف جزء تاني. ممكن يكون مثلا شغال في السكشن وعايز اشوف البلان، او شغال في غرفة وعايز افكار من غرفة تانية، فعايز يبقى قدامي شاشتين مرة واحدة واقدر اشوف مثلا الجزء دوت، وبعد كده اجيب الجزء دوت، وفي نفس الوقت ابقى شايف الجزء ده واتنقل بقى كأن انا محتاج شاشتين. فلاقي مثلا الشاشة اللي جنبي، او ان انا اجي هنا من فيو اقول له فيو بورت كونفيجريشن، اقول له انا عايز اقسمها. ممكن اقول له تو فيرتيكال بالشكل دوت، او هوريزونتال، او اقول له 3 ليفت، اي حاجه من الحاجات ديت تبدا تصور اللي انت عايزه. هتلاقي عندك اشكال كتير. تمام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه او في واحد بيقول عايزين نرجعها تاني، طب نعمل ايه بدل ما نسيبها كده؟ هو كده سهل ان انا ابدا اشتغل، يعني انا ابدا ابص هنا وفي نفس الوقت انا ببص هنا وابدا اسرع الافكار من هنا لهنا. ممكن هنا مثلا في حط الاي اف سي مثلا، او هنا حط الشوب دروينج وابدا اشتغل عليهم. طيب لو انا عايز الغيهم بقى، الغي الفكره دي، بلاقي امر جوين بحدد اللي انا خلاص عايز الغيها. تمام، واجي اروح لسين خلاص اللي فاتت اتلغت، ويبقى كده دي بقى عندي شاشه واحده ابدا اشتغل عليها عادي.